السلام عليكم، نرحب بكم في الحدث الأسبوعي، وفيه مشاهدينا كما عودناكم نسلط الضوء على أبرز محاور الأسبوع المنقضي في الجزائر، ولعل أبرزها استمرار الحملة الانتخابية للمحليات المرتقبة الخميس المقبل، مع توالي تصريحات وتصريحات مضادة بين حزبي السلطة الأفلان والأرندي خصوصا. ودون ما مغادرة أجواء الحملة مشاهدينا، لابد من الإشارة لاستمرار مسلسل التخويف من فترة التسعينات العصيبة وأهوالها، ثم من الربيع العربي والتحذير مما يقع في باقي الدول العربية مثل الجارة ليبيا وسوريا واليمن، واتهام دول شقيقة بزعزعة استقرارها دون ما دليل على ذلك. الحديث أيضا مشاهدين عن قانون المالية الذي شغل الشارع الجزائري بما قيل إن فيه زيادات في أسعار بعض المواد، ولكن أحزاب الموالاة تريد تأجيل المصادقة على هذا القانون، قانون المالية 2018، إلى ما بعد الانتخابات. لماذا؟ قيل بأنه خوفا من عقاب المواطن لها. نتابع أولا جانبا من تصريحات بعض المواطنين حول هذه المحليات المرتقبة ثم نعود. لاحظنا حديث عن كل شيء ما عدا اهتمامات المواطن أو ما عدا ما يبحث عنه المواطن. كاش ماشي غير اليوم الفوطة، حياتهم قاع يوعدوا ما كانوا والو، يخدموا غير جهتهم يا الناس هذو اللي وعدوا مدى بهم يكونوا شرافة، يكونوا شرافة، يكونوا رجال، يكونوا رجال اليوم والغد. طيب، معنا مجموعة من ضيوفنا الكرام، نبدأ بالأستاذ محمد بن عالية، الإطار السابق في رئاسة الجمهورية والقيادي في حزب طلائع الحرية. أستاذ محمد، بعد الترحيب بك، كيف نعلق على هذه التصريحات التي تهون من هذه الحملة الانتخابية وتقول أنه حاضر كل شيء ولكن المخاطب اللي هو الشارع اللي هو المواطن غائب، بمعنى أنه سيد الموقف هو النزوف عن هذه الانتخابات؟ مساء الخير سي عثمان، تحية لك ولضيوفك والإخوة من القناة المغربية. لكل هذه التصريحات، لكل حال التصريحات هذه وعزوف الإقبال نتاع المواطن. دونك نتاع المواطن يجيك لما تعطيه أمل ولما تسود له الدنيا وتسولها له وتخوفه وترهبه، كيفاش يجي لك؟ يجي لك باش تحلوا الأزمة، باش تقول له هاي مقترحات تاع الخروج من الأزمة، باش تقول له مشكلة البطالة هاو اقترحنا هادشها، مشكلة المداخيل هاو كيفاش نعالجها، مشكلة عدم الاعتماد على 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 على, على البترول والخطة للخروج للاتيان بالبدائل الطريقة تاعها. لما تهول وترهبوا بالتصريحات وتخوفوا وتقول باللي رانا في جحيم وتقول باللي الموسى راه وصل للعظم وتقول ما تطولناش دراهم وما نخلصوكمش، وش المواطن المتتبع البسيط العادي جدا وش يجيك وش ينتظر؟ راح ينتظر من الجحيم اللي بعد ما وصلوه لهذا الجحيم، بعد ما فرغوا كل الصناديق، بل ما بعد ما فرغوا مقدرات البلاد، يعني دروكا يخوفوا ويهولوا ويروحوا بنا الى ابعد من هذا الى تخويف بالعوده الى العشريه السوداء، وهذا كان فندكم بالنسبه لي فوند كوميرس اللي صبح بالي لا يجدي نفعا، ما عنده حتى معنى، يعني الا في تسويد وجوه الناس اللي يجيبوا بهذا الخير. ولكن استاذ محمد، هذا سينعكس عليهم، يعني بمعنى هذا ما سيصب في خانه الياس والعزوف والابتعاد عن المشاركة، وهم مثل ما ربما تابعت قايد صالح وهو يأمر الجنود بأن ينتخبوا، مثل ما ذهبوا في التشريعيات وأقدموا على المشاركة حتى تزيد نسبة المشاركة، هو يطلب منهم أيضا المشاركة في الانتخابات المقبلة. شوف اللي متحكمين في السلطة حاليا، أيوة، ولا سيما أحزاب الموالاة، هم لا تعنيهم في شيء المشاركة، هم حاسمين الأمر مسبقا. لا 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 كما اقول لك، اللعبه مخدوعه، اللعب حميده ورف
عشان حميده. اذا هما حاسمين امرهم تجي تشارك ما تشارك تفوت او ما تفوتش يخرجوا ب 3% يخرجوا ب 5% يخرجوا ب 10% راهم مطاردين عباره عمليه سياسه الامر الواقع. هذه هي عباره السطو على الاراده الشعبيه. دونك ما يهمهمش هما دروك على هما اكثر من هذا لو كونترير هم ماذا بهم يبقى الاحتقان هذا وتبقى ويبقى الاضطراب وتعم الفوضى لان الديمومه تاع الرموز هذو اللي راهم يتكلموا هي الديمومه تاعهم في اطار الفوضى ما يقدروش يخدموا في اطار الشفافيه وفي اطار الديمقراطيه وفي اطار الوضوح لانهم لا يمثلون شيئا. انا نقول لهم يرفعوا يديهم على الاله الرهيبه وهي اله الاداره ويجيو يقدموا للشعب في ببرامجهم اللي ما عندهمش برامج حتى اي حزب فيهم يجيب برنامج نتاعو ما عندهمش برامجهم بعد الاحزاب اللي مراجعه عجبارة ان لجان مسانده لبرنامج رئيس الجمهوريه ويتنافسون ويتناطحون ويتنابزون ويتضاربون في كيفيه دعم برنامج رئيس الجمهوريه. هذه احزاب اذا هذه احزاب السلطه احزاب الاداره احزاب العصا احزاب التخويف احزاب الترهيب الحياه نتاع ومعيشتهم في اطار العفن هذا في اطار الفوضى هذه والمخرج ما عندهمش مخرج ما عندهمش بديل ما عندهمش برامج ما عندهمش هم يقولون لدينا برنامج الرئيس يعني بما تحدثوا عنه في التشريعيات الماضيه 4 ماي يكررون نفس الكلام انه نحن نطبق برنامج الرئيس خاصه احزاب الموالاه جبهه التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي حزب تاج امل الجزائر ثم الحركه الشعبيه لعماره بن يونس الكلام نفسه نطبق برنامج الرئيس. يعني المتساءل المواطن يتساءل متى ينتهي برنامج الرئيس من عام 99 900 ألف وبرنامج الرئيس حاضر. معليش انا نروح في هذا المنطق وفي هذا السياق في هذا الحديث اعطينا برنامج الرئيس سيدي شوفوا هذا واعطيونا التفاصيل نتاعو واعطيونا واش راح نديروا في الخروج من الازمه واعطيونا واش راح نديروا بدلا من الحلول التدميريه هذه نتاع لابروش بي اعطيونا واش هي البدائل تاعكم فيما يخص الصناعه فيما يخص تنميه الفلاحه فيما يخص تنميه السياحه اعطيونا فيما يخص تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه باش هي اللي تعتبر لا ريش نتاع الاقتصاد. هذا على برنامج الرئيس اعطيونا برنامج الرئيس وش يقول في هذه الامور هذه. زيد هذه احزاب اي احزاب متنافسه يعني يفترض ان لديها برامج صح تأيد برنامج الرئيس وتحاول تكيف برامجها مع برنامج الرئيس ولكن المنطق يقول لا يمكن ان احزاب احزاب عندها مؤسسه ومكونه تروح تسلم برنامج تاع حزب واحد اخر او تاع جهه واحده اخرى. هذا هو هذا 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 عباره عن استخفاف بعقول الشعب الجزائري. هذا عباره عن ضرب عرض الحائط للاراده الشعبيه ولراي الشعب. اذا هما دايرين رايهم وماشيين في هذا المنطق هذا وماشيين في هذا السياق هذا يدينا الى المجهول وما لديهم الامور تزيد احتقانا وتزيد تازما لديمومتهم واستقرارهم. طيب يبقى معنا الاستاذ محمد علي سأعود اليك الان نرحب بانضمام الاستاذ ناصر حمدادوش القيادي في تحالف حمص والبرلماني ايضا. استاذ ناصر ما رايك فيما قيل بانه خروج عن السياق بصفه تقريبا حوالي 70% من الذين يتصدرون الخطاب اثناء هذه الحمله الانتخابيه حديث عن قضيه فلسطين عن قاره افريقيا عن الربيع العربي عن الاحداث الفتره العصيبه التي مرت بها الجزائر في التسعينات لكن قلما تجد هؤلاء يخاطبون المواطن عن معاناته العميقة عن أزمة المياه أو أزمة السكن أو الطرق المهترئة أو ما إلى ذلك عن التنمية مثلا. كيف نفسر هذا الخروج عن السياق في الحملة الانتخابية من قبل هذه الأحزاب؟ نعم بارك الله فيك أخي عثمان. يعني الواضح والمراقب للحملة الانتخابية للانتخابات المحلية هو هذا الانحراف في النقاش السياسي. نعم. الأصل أنها انتخابات محلية والمواطن ينتظر البرامج والمشاريع والمقترحات والبدائل العملية التي تلامس حياته اليومية والتي تعنى بدرجة مباشرة بالتنمية المحلية. والأصل أن أي مترشح لابد أن تكون لديه هذه الرؤية
وهي التي يقدمها إلى أثناء الحملة الانتخابية ويقنع بها الناخبين ويستميل بها المواطنين ويقنع بها يعني الرأي العام بأنه هو فعلا يحمل مشروعا وبرنامجا يمكن أن يقدم يعني الخدمة العامة ويحقق التنمية المحلية. ولكن للأسف الشديد وخاصة أحزاب السلطة يعني خرجوا على السياق العام لهذا النقاش السياسي في الحملة الانتخابية ويعني انخرطوا إما انخرطوا في سباق محموم في بالحديث عن الانتخابات الرئاسية وكأن هذه الانتخابات ما هي إلا وسيلة ومطية لتلك الانتخابات، أو أنهم ذهبوا إلى يعني قضايا دولية يريدون إلهاء الرأي العام بها. يعني الأولى بالحزب السياسي الذي يعتقد بأن لديه شعبية وينظر في نفسه على أنه الأجدر بتسيير الشأن العام في البلدية وفي الولاية، أنه يعرض أفكاره لا أن يتهجم على غيره ولا أن يفتعل قضايا يمكن أن يلهي بها الرأي العام، وهي كما قلت في النهاية هي لا تعني المواطن لا من قريب ولا من بعيد عندما نهرب إلى القضايا الدولية والقضايا الإقليمية. لو كنا في انتخابات رئاسية أو تشريعية يمكن تفهم ذلك على أساس أن برنامج الحزب لديه يعني مجال في الحديث عن العلاقات الدولية وعن الدبلوماسية وعن العلاقات الخارجية، أما وأننا في الانتخابات المحلية فالأصل أننا نجري هذه الحملة الانتخابية وفق قواعدها وأصولها، ولكن نحن نتمنى على المواطن الجزائري يعني الذي يشارك في هذه الانتخابات المحلية أنه يستطيع أن يميز الآن بين من يريد أن يخدمه حقيقة وبين ما من يريد أن يعبر بهذه الانتخابات وكأنها تسوية وضعية عندما يتكل على الإدارة وعلى التزوير فقط. طيب ابقى معنا أستاذ ناصر لنستمع لما قاله أحمد ويحيى. لسنا ندري بصفته الشخصية كرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أم رئيس الحكومة، هذا أدى إلى خلط كبير في الشارع الجزائري. هل الرجل تحدث باسم الحزب اللي هو يدخل في الانتخابات هذه أم أنه بصفة رئيس الحكومة أم رئيس الديوان؟ اختلط الأمر فعلا. نستمع لما قاله أحمد ويحيى ثم نعود. وانتم من يوم تسمعوا شهادات الناس اللي خربت، تسمعوا وتقراوا شهادات من كان مسؤول عن حكومة قطر يقول ان قطر صرفت 130 مليار دولار بشريك ليبيا وليبيا سوريا وليبيا بلدنا. طيب اعود لك استاذ ناصر، استمعت لما قاله احمد ويحيى، هو يقول أن مسؤولا سابقا كان يقود الحكومة القطرية صرح بأن دولته قطر صرفت 130 مليار دولار لزعزعة الأمن والاستقرار في الجارة ليبيا وكذلك اليمن وسوريا. يعني شوف الآن سيد أحمد ويحيى يعني يخلط بين شخصيته الحزبية وبين شخصيته كوزير أول، وهذا التصريح غير مسؤول لأن هذه المعلومة ليست دقيقة وغير صحيحة. تمام. وبالمناسبة نحن لا ندافع عن قطر، نحن ضد التدخل الأجنبي لأي دولة ضد أي دولة أو ضد أي شعب آخر. طيب. ونحن ضد الثورات العسكرية وضد استعمال العنف من أجل البقاء في السلطة أو الوصول إليها، ولكن الواضح أن السيد أحمد ويحيى وكأنه سيدخل الجزائر في أزمة دبلوماسية أخرى. يعني نلاحظ أن وزراء الحكومة الجزائرية يعني يتفننون في صناعة الأعداء والخصوم والعداوات مع الأشقاء. يعني كنا بالأمس مع وزير الخارجية عبد القادر مساهل والأزمة التي أحدثها مع المغرب. صحيح. نحن الآن مع أحمد ويحيى وهو يصنع هذه الأزمة مع قطر. يعني نحن نسأل أحمد ويحيى، إذا كان قطر استطاعت ب 130 مليار دولار أن تهدم دول، لماذا أنتم ب 1000 مليار دولار لم تبنوا بلدا واحدا وهو الجزائر؟ نسأل أحمد ويحيى الذين تدخلوا في هذه القضايا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها، ليست قطر فقط وإنما هناك دول أخرى وعلى رأسها فرنسا، هناك السعودية، هناك الإمارات، هناك الولايات المتحدة، هناك العديد من الدول تدخلت في مثل هذه الأزمات. نحن نتحداه أن يوجه هذا الاتهام لفرنسا التي تدخلت في ليبيا والتي تدخلت في مالي والتي اخترقت السيادة الوطنية الجزائرية
عبور طائراتها للأجواء الجزائرية لضرب الجارة ولضرب المسلمين في مالي، نتحداه أن يوجه مثل هذه الانتقادات إلى فرنسا عندما تتدخل في الشأن اللبناني ولا في الشأن السوري ولا في غيرها من البلدان. فلذلك يعني نحن نستغرب أولا ونحن في أجواء الحملة الانتخابية أن تفتح مثل هذه الملفات. إضافة إلى ذلك أحمد أويحيى الآن يخرج عن عقيدة الدبلوماسية الجزائرية بالنأي بالنفس وأن تكون محايدة وألا تنخرط في هذه الاستقطابات الإقليمية والدولية. هو الآن وكأنه يصنف نفسه في المحور المعادي لقطر. طيب يا خمان أستاذ ناصر سنعود إليك. أستاذ محمد معاليا، ما رأيك في هذا التصريح؟ هذا تصريح يضاف لباقي التصريحات التي صنفت بالتصريحات اللا مسؤولة لمسؤولين جزائريين. الأستاذ ناصر ذكرنا بتصريح مساهل وزير الخارجية تجاه المغرب الجار، ها هو أحمد يحيى أيضا يطلق لسانه مرة أخرى على دولة شقيقة لديها استثمارات ليس بالملايين بل بالمليارات في الجزائر، وهذا ما يسيء للسياسة الخارجية للبلد، ولكن اعتمد على رواية ضعيفة موضوعة ليست صحيحة مثل ما قال الأستاذ ناصر، وقال أنه قطر قامت بكذا وكذا وكذا. هذا كله في إطار حملة انتخابية للبلديات. بربك ماذا يهم المواطن في البلدية من بلديات الجزائر العميقة حول ما كان يتحدث عنه أحمد يحيى؟ بارك الله على سي عثمان. شوف هذا يعتبر تهور ويعتبر هروب من مواجهة الحقيقة. السي أحمد يحيى ماهيش أول مرة اللي يخرج فيها الخرجات هذه، خرج في خرجات وأساء إلى دول تربطنا معها مصالح وعلاقات ومصالح مهمة. يوم وين تهجم على تركيا، وين لما كسر الخلاف على ملف الأرمن بين فرنسا وتركيا، لما الرئيس الفرنسي في تصريحه حاول أن يجرم الأتراك في قضية الأرمن، الأردوغان رد قال الجرائم اللي اقترفتوها في الجزائر. يعني فرنسا وليبينوار وغولة الاستعمار ما ردوش على أردوغان ملف المحرق ملف الجرائم ضد الإنسانية اللي صارت، وجاء هو يدخل ورد على أردوغان نفس الشيء. الكلام اللي مسؤول اللي تسوى فيه ممثل الدبلوماسية الجزائرية يعني بكلام منحط بكلام يسيء إلى سمعة الجزائر وإلى دبلوماسيتها اللي ضربت الأمثلة في التاريخ في ملف الرهائن وفي عدة ملف الرهائن الأمريكيين في إيران وفي ملف الأزمة بين العراق وإيران وفي ملفات عديدة ومتعددة، وخير دليل لنا فيها هو الشهيد محمد الصديق بن يحيى اللي راح ضحية كوزير الخارجية اللي راح ضحية هذه المسائل الحميدة. يجيوا هذا الناس هذوما ويحطوا من مستوى الدبلوماسية الجزائرية إلى الحضيض، ويسيئون إلى سمعتها ويسيئون إلى مصالح الجزائر وفي علاقة مع الدول، ولا سيما أن هذه الدول شقيقة. أنا أعتبر بلي هاد الناس فقدوا الوعي وفقدوا البوصلة نتيجة اضطرابهم وخوفهم من رياح التغيير التي هي قادمة لا محالة. لا يمكن يعني إن آجلا أو عاجلا ما رأيش يدوموا فيها، والتغيير آتي بإذن الله، تغيير سلمي سلس هادئ سيقوم به الشعب الجزائري. إذا هذا المستوى أنا شخصيا يعني ينبه له جبيني، وأستحي أن يمثلني أناس مثل هؤلاء. طيب إذا عدنا إلى قانون المالية الآن أستاذ محمد بن عالية، كثيرون قالوا أنه ليس بتلك الغرابة وتلك العيوب مثل ما كانت تقول أحزاب المعارضة، بل فيه قليل من الرتوشات، رسوم قليلة فقط، لكن الإشكال الأكبر هو التراجع عن تلك الضريبة المفروضة على أصحاب الدخل الكبير، يعني أصحاب المليارات باختصار.
هؤلاء الأغنياء الكبار في الجزائر، لأنه في الأسابيع الأولى قالوا هؤلاء عليهم أن يدفعوا ضريبة غرامة على هذه الممتلكات، لكن فجأة ربما وصل أمر إلى هذه اللجنة، اللجنة المالية في البرلمان، بأنه خلاص انتهى الأمر، أغلقوا هذا الباب، لا غرامة ولا ضريبة على هؤلاء أصحاب المال. كيف نعلق على هذا سيد محمد بن علي؟ سؤال بسيط. تفضل. من حاول من أسقط أو من هو يحاول إسقاط هذا الإجراء، هذا المادة القانونية، هذا الديسبوزيسيون، هذه حزب من أحزاب السلطة. يعني هم كلامي أتلج كلامي المواطن، يا مواطن هذا هو محزاب، هذه مش السلطة اللي قال لي قالت لي يعني السلطة اختار السلطة برغم فسادها اقترحت الإجراء هذا يا للفروع. وشكون اللي يسقطها؟ يسقطوها ممثلي الشعب. باه يخليو الضريبة تحت على جيب المواطن المغلوب على امره المعدوم الفقير، هذاك هو اللي يحتاج الى قوت يومه ويبحث على حول لقمه عيشه، يجيو يحيوا لقمه عيشه هذه. انا نزيد نذكر برك ورجع شويه للور ترى في عهد حكومه سلاح لما تقول باللي احنا ما تقيسناش الازمه، بعد ست شهور من بعد قال صحيح توصلنا الأزمة، وبالتالي هناك أموال مكدسة بآلاف البليونات بآلاف المليارات تسير خارج السياق الرسمي للدولة. قال لابد أن نأمر الناس باش يدخلوا أموال مقابل ضريبة جزافية لا تقدر إلا بسبعة بالمئة، يعني نسبة رمزية. هل أصحاب الشقارة وأصحاب المال الفاسد وأصحاب الآلاف المليارات اللي ادوها من دار الشعب وادوها من التقويض من البنوك ولم يسددوا هذه القروض ولم يسددوا الفوائد المترتبة على النقود، هل أخذوا هذه النقود؟ لم يدخلوها، وبقت هذه النقود خارج السياق، و 90% تحولت في البنك الجزائر، البنك الجزائر الرسمي، في بنك الجزائر، أقول بنك الجزائر الرسمي تاع بورسعيد. تحولت إلى الخارج. إذن تقع وشكون اللي سقطها؟ سقطها حزب. حزب هذا شكون فيه؟ في النواب. النواب هذا شكون يمثلوا؟ يمثلوا الشعب، ما يمثلوا الشعب، يمثلوا أرباب المال الفاسد، يمثلوا اللوبيات، هؤلاء الشكون اللي طلعوا وصبحوا برلمانيين وصبحوا سياسيين. إذن اليوم يقولوا لنا يجي رئيس حكومة يقول لابد أن نفرق بين المال والسياسة. باش تجمعوا بين المال والسياسة. البارحة أستاذ محمد بن علي، البارحة تقرأت، قلت لك البارحة تقرأت أن هؤلاء رجال المال في الجزائر أرسلوا من يمثلهم من الساسة أستاذ محمد. وفيه فائدة وفيه منفعة. إذن العملية كلها هي مركبة على رأس كما يقول على رأس الفرطاس، على رأس الشعب البسيط، على رأس الشعب المغلوب على أمره، على رأس المواطن المحروم، على رأس البطالين، على رأس سكان الجنوب اللي راهم يعانون، على رأس سكان الأكواخ، على رأس سكان البلديات النائية المحرومة. رحنا البلدية في خلال الأسبوع هذا يا بلدية مواليها يقول لك احنا مازال نطلش علينا الاستقلال. إذن هادو ناس عاشوا في فساد، عاشوا في ما يقدرش يتنازلوا عليها، وهم الشعب هذا، الشعب هذا ياكل والله يموت بالشر، يلبس والله يتعرى، يسكن يبات في الخلاء، هم حماية مصالحهم، حماية مكتسباتهم وبقاء نفوذهم وتسلطهم. يبدو أستاذ محمد أنه أنا البارحة قرأت تقريرا ملخصه أن هؤلاء ما زالت أيديهم طويلة جدا، لديهم من يمثلهم في الحكومة في الجهاز التنفيذي، وكانوا يراقبون الوضع عن كثب، أقصد رجال المال والأعمال، أصحاب الحسابات المنفوخة في الجزائر والخارج أيضا، اتصلوا أو كلفوا من يمثلهم من الساسة والواسطات في الجهاز التنفيذي، وذهبوا إلى هذه اللجنة التي كنت أحدثك عنها، اللجنة المالية، بيقولوا أرفعوا أيديكم عن هذه الغرباء، عن الغرامات وعن الضرائب، للمطالبة أو لمطالبتهم بدفعها. هذا تم في آخر لحظة في النقاش، لأن اللجنة المالية كانت تناقش في بعض البنود المقترحة من قبل النواب
وكان فيه ربما 5% 3% كان فيه خلاف فقط عن النسبة المئوية، لكن هناك من أتى إلى هذه اللجنة ممثلا عن هؤلاء وقال لهم خلاص انتهى الأمر، لا 5% ولا 1% ولا 10، هؤلاء لا يمكن أن نفرض عليهم أي غرابة أي غرامة أو أي ضريبة. أتمنى أن نذكرك برك في مداخلة سابقة على مستوى علاقتنا، اللي هناك ولا أريد أن أذكر الأسماء في السابق، لا حاجة في ذكر الأسماء. أقول لك باللي ناس من هذو أرباب المال سبقهم أين صبروا وزراء، هات كل واحد عنده كوطة في المقاعد تاع الوزراء، وعنده كل واحد عنده كوطة في المناصب تاع الولاد، وعنده كل واحد عنده كوطة في المناصب تاع رجال القضاء، لأن حتى في القضاء عندهم كوطة تاعهم لحماية مصالحهم ولتوجيه الملفات اللي راهي قد أو اللي راهي أمام القضاء أو قد تكون أمام القضاء. إذا النفوذ نتاعهم ليس في البرلمان فقط، في الحكومة عبارة عن أوليغارشيا، الحكومة من يمثلها، الحكومة شكون اللي فيها؟ الأنسية شكون اللي فيه؟ شكون من تحالفها مع الحكومة الحالية؟ ما هو الخلاف اللي صار بين الوزير الأول السابق اللي تنحى بالتبون؟ أليس هم أرباب المال هذو لما بين قوسين نقول تمام أستاذ محمد يفرق المال على السياسة؟ إذا العملية ما بقات لا عملية ديمقراطية ولا نظام، يعني أدنى الممارسة، أدنى أخلاقيات العمل السياسي انعدمت في نظام الحكم القائم. الأمور هذه قلنا وسبقنا وقلنا باللي هناك قوى غير دستورية اللي صبحت تتحكم في القرار السياسي، هي اللي تتحكم في القرار الاقتصادي. طيب يبقى أنا سيد محمد علي، يبقى معنا سأعود إليك الآن نمشي ذلك الكلام. نرحب بضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة السياسية للإنقاذ. الشيخ علي، ما رأيك في المشهد السياسي عموما الأسابيع الأخيرة؟ أيام قليلة وتنظم هذه الانتخابات المرتقبة، الانتخابات المحلية الخميس المقبل، تصريحات وتصريحات مضادة، الخروج عن النص وعن السياق، المواطن يرتقب حديثا أو برنامجا يحدثه عن حياته اليومية عن واقع المعيش، إذا به يسمع كلاما عن زيمبابوي، عن قطر، عن فلسطين، عن أمور أخرى بعيدة كل بعد عن همومه وحياته اليومية. ماذا نعلق على كل هذا شيخ علي؟ السلام عليكم وعلى الإخوة المشاهدين والمزارة الكرام. وعليكم السلام، مرحبا شيخ علي. أولا أهم مسألة ينبغي أن نلفت إليها الانتباه، وهي أن الحقيقة أن الشعب الجزائري القليل ليسوا مشتغلين في الانتخابات البلدية هذه، وإنما همهم الوحيد هو الحالة المزرية التي وصل إليها الشعب في جميع فئاته. هذه هي الحالة الحقيقية للشعب الجزائري. أما بالطبع التلفزة والقنوات، هناك دولة موجودة غير في القنوات، احنا عندنا في الحقيقة دولة موجودة في القنوات، يعني التصريحات والتحليلات، والشعب الجزائري لا يأكل تصريحات يحيى ولا ولد عباس ولا تحليلات. هذا الشعب يريد تغيير جذري حقيقي للنظام السياسي. إذا تم هذا التغيير الجذري الحقيقي السياسي، عند ذلك تنفذ الصراحة، عند ذلك يرجع له الأمل، يطمع في الأمل السياسي. أما الآن فالأمور كلها مخطفة يعني بالحقيقة، والشعب الجزائري لا يلتفت لها، ولا حتى الذين لا نشاهدهم في التلفزة بالطبع مش الواقع، إنما يستمعون من أجل اللهو والأكل والرقص والطبل والتمر لا أكثر ولا أقل، لأن في الجزائر ليس هنالك انتخابات، وإنما هنالك تنصيب لمنتخبين قد اختيروا بعناية من الغرفة السوداء والإدارة
اللي هي الحزب الكبير المزور للانتخابات هو صاحب الكلمة في الفصل وهو صاحب تنزيع المقاعد على إحياء أوياك. طيب شيخ علي، أنا الآن سأنقلك إلى محام، طبعا محام معروف هذا يا قسنطيني، قال إنني زرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي وعدت إليه بخبر. نستمع لما قاله قسنطيني في هذا التقرير ثم نعود. إيجابية لكن ما زالت الأمور متعقدة وما نقدروش نرضاو عليها. كشف المحامي والحقوق فاروق قسنطيني والذي كان يترأس اللجنة الوطنية للترقية وحماية حقوق الإنسان والتي تم حلها وتحويلها إلى مجلس وطني، كشف عن لقاء جمعه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي. المحامي قسنطيني قال إنني لمست لديه رغبة كبيرة في الترشح لعهدة خامسة وهذا من حقه ونحن معه، وعما أثير عن ترشح شقيقه السعيد بوتفليقة للرئاسيات المقبلة قال قسنطيني هذا غير وارد إطلاقا. أما عن علاقته بالرئيس فقد ذكر أنه يعرفه منذ أزيد من 30 سنة، مضيفا أن حالته جيدة وتحليله الوضع السياسي دقيق جدا رغم تراجع صوته وتحركه بصعوبة لا سيما رجليه وهو مقعد فوق كرسيه المتحرك. أما حالته العقلية فهي جيدة. أما بخصوص الرئاسيات فقد ذكر قسنطيني أن الرئيس بوتفليقة له الحق في الترشح لعهدة خامسة والدستور يسمح له بذلك، واشترط قسنطيني احترام الصندوق في حالة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. وعن حالته الصحية التي لا تسمح له بإقامة حملة انتخابية والتنقل عبر الولايات فقال قسنطيني إن بوتفليقة له ترسانة من الطاقات والكفاءات العالية وهم من سيتولون الحملة الانتخابية وصحته تتحسن مع مرور الزمن. طيب هذا مشاهدينا ملخص زيارة المحامي قسنطيني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. شيخ علي ما رأيك حتى أنه هذا يعتبر خروج عن النص لأنه طلب منهم الحديث فقط عن المحليات، الانتخابات البلدية والولائية ها هو يطرح من جديد، تطرح من جديد مسألة العهدة الخامسة. وصاحب الرواية طبعا قسنطيني قال زرت الأسبوع الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووجدته كذا وكذا، ورغم أنه متعب ولكنه مهتم جدا بعهدة خامسة لقيادة البلد في المرحلة المقبلة. ماذا نعلق على كل هذا شيخ علي؟ هذا كلام كله عار على الصحة وليس هنالك ما يثبته، لأن هنالك أكثر من 19 شخصية طلبوا لقاء الرئيس فلم يسمح لهم. صور الرئيس أكبر دليل على أن الرئيس عاطل وأن الرئيس لا يعي شيء ولا يعرف ما يدور حوله. الرئيس في حكم المختطف التحليل، فإذا كان الحريري قالوا عنه محجوز وهو يتحرك ويمشي ويصوم حقير، يعني ما زالوا يعترفوا بالاستقالة لأنها كانت في ظروف معينة ولأنها كانت تحت الإكراع، يعني فما زالك برئيس الجمهورية الذي يعني ترشح للسياسية الرابعة ولم يتحدث ولم يتكلم. حتى كعيداني التي قالوا بأنه يعني تنازل لأنه مريض هو يعود من بطن من جديد ويجلجل بصوته، سبحان الله العظيم. هؤلاء يضحكون على عقول الناس، لا من الله، هذا كله هو لا أساس له صحة، وهذا مكلف بمهمة وهو أدى مهمة لا أكثر ولا أقل. لم نشاهد صوتا ولم نسمع الرئيس. طيب السؤال المطروح لماذا لا يخرج الرئيس؟ أم لابد أن يذهب إلى فرنسا ثم يعود إلى من فرنسا حتى يتحدث من ذلك؟ يعود من هذا الترهات هذا الكلام الأساسي. هو عندما كان في صحته كان يكتب له التقارير ويحطها ويسوي أمره، فقبله الآن ولم يسمح رئيس الهيئة الاستشارية أصبحت فافا هي المسؤولة، يعني يسأل وهو يعلم. انظر إلى نحن نلعب على عقول الناس وندخل بوتنا بكلام مثل هذا. أبقى معنا شيخ علي، سأعود إليك. أستاذ محمد أعود إليك من جديد، ما رأيك فيما قاله قسنطيني وهو يتحدث عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ وأقرأ لك ما قيل، طبعا موقع كل شيء عن الجزائر هو الذي تحدث عن هذا، قال
إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهتم بعهدة خامسة والدستور يسمح له بذلك، ولكن أرى أنه ناقض نفسه لما قال إن حالة الرئيس جيدة ويحل الوضع السياسي، تحليل الوضع السياسي دقيق جدا، لكن صوته تراجع بإمكانه أعتقد لم يكن مسمع لضيوفه، وقال إن تحركه بصعوبة لا سيما رجليه وهو مقعد فوق كرسي متحرك، أما حالته العقلية فهي جيدة. هذا ما قاله القسنطيني في روايته بعد زيارة الرئيس بوتفليقة. ما رأيك أستاذ محمد بن علي؟ والله يعني شيء من الهم ما يضحك. أيوة. أنا هذا ذكرني حتى بتصريح تاع هولندا كي جزار وقال باللي البريزيدون يتمتع بانفيسيديتي وكذا وكذا. يعني شوف شوف، انا حسب تقديري وحسب تقييمي انا نقول لك الحديث عن الرئاسيات في الاونه الاخيره انا شخصيا اعتبره خرق للدستور ولقوانين الجمهوريه وتعدي صارخ على حريه الشعب في اختيار الحر في من يحكمه ومن يسيره، وهو إعلان مسبق لعملية السطو على لعملية مبرمجة للسطو على إرادة الشعب، واعتبرها إقرار صريح على تزوير مسبق. وبالتالي فهذا اعتراف بأن وكيفه كجريمة كاملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد. أنا نرجع للكلام القسنطيني، هو من حقه أن يزور رئيس الجمهورية المريض اللي مريض واللي عاجز، هو يثبت بلي راهو عاجز عن التحرك وعاجز عن النطق وعاجز عن الكلام، من حقه أنه يروح يزوره لإطمئنان عليه، لا سيما وأنه كان ممثله في حقوق الإنسان اللي يخرق حقوق الإنسان. من حق كل جزائري كذلك أن يعرف تفاصيل الوضع الصحي للرئيس الذي ينتخبه الذي يرأسه ويشير شؤونه، ونحق المواطن الجزائري أن يطمئن ويتأكد بأن رئيسه فعلا هو من يدير دفة الحكم ويسير الشأن العام. ليس قيمة أخرى غير دستورية هي التي فرضت منطقها وتتحكم فينا بدلا عن من يفترض أنه رئيس كل الجزائريين. إن كان هذا هو الأصل في زيارة القسنطيني فتعرج في ذلك، يعني ما كان ما الحق يروح يزوره، بل ندعو أن يخصص رئيس الجمهورية وقيد مجموعة من المواطن يروح يزوره. يا سيدي معليش، يخصص وقيد وقيد في كلمة كلمة صغيرة بسيطة ولو كان بلغت الإشارة، إيه وإحنا قادرين يقول أني أنا بالإشارة ويقول أنا هو الرئيس تاعكم وأنا هو اللي راني نحكم وأنا هو اللي راني نسير وأنا هو اللي راني نحل في الأمور الاقتصادية وفي الأزمة اللي راني نعيشوا فيها. لكن يأتينا قسنطيني بالخرجة هذه نتاعو باش يعطينا لو بيلتان سونتي دو بريزيدون إي سونيتا دو سونتي، فهذا ليس من حقه. لأنه ببساطة ليس مختص طبيا وليس مؤهل وليس مختص قانونا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بيئي حق وهو اللي يعرف عليه بالقوسين أنه قانوني وأنه يدافع على حقوق الإنسان، بيئي حق يقول لنفسه ليكون بوقا ناقض الرئيس. طيب ابقى معنا أستاذ محمد، ابقى معنا أستاذ محمد سنعود إليك. شيخ علي، أعود إليك من جديد بعد الحديث عن رئيس الجمهورية، نتحدث الآن عن رئيس حكومته ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي. يعني بعد أن استمعنا الأسابيع الأخيرة لذلك التصريح اللي وصف بالتصريح اللامسؤول لوزير الخارجية عبد القادر المساهل، ها الشعب الجزائري يفاجئ مرة أخرى بتصريح لأحمد ويحيى، وهو ربما سيكون مرشح للرئاسيات، ولما لا، هو الذي قال ذلك، إذا ما ترشح إذا رفض الرئيس بوتفليقة الترشيح فبإمكانه أن يتقدم للرئاسيات، لكنه اتهم دولة شقيقة لديها من العادات والتقاليد والأعراف واللغة والدين ما يجمعها بالجزائر، وصفها بأنها دولة مشوشة وصرفت المليارات لزعزعة الاستقرار في دول شقيقة، وذكر ليبيا وسوريا واليمن. ماذا نعلق على هذا التصريح الذي ربما قد يسبب مشكلة دبلوماسية لقطر والجزائر بين الجزائر وقطر؟ أنا كنت سبق قبل هذا كنت لا سأشغل سؤال شيخ علي، سأعود إليك. نعم تفضل شيخ علي. شيخ علي، يبدو أن الشيخ علي فقدنا الشيخ علي.
نرجو إعادة الاتصال به. معليش أستاذ محمد من عالية، يعني كنا نتحدث عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعني بالنسبة لقسنطين ربما يقول قائل هو فقط روى ما شاهده وروى أنه نقل ما شاهده بعينيه، ولماذا نحمله أكثر مما لا يطيق؟ هو فقط زيارة لمريض، ولكنه أبدى رأيه فيما قال. قال أنه وجدت تحمسا من أن الرئيس ما زال في صحة جيدة رغم معاناته من الشيخوخة. موعد مع القدر، أنا أقول لن يكون لك موعد مع القدر. موعدك مع القدر يمر عبر الشرعية، يمر عبر الصدق، يمر عبر من صاحب الشرعية ومالكها وهو الشعب. خارج هذا السياق هذايا حتى ولو تتحالف الإنس والجن على أن يفرضوا منطق ما في بعد الآن، على حسب تقديري وتقييمي لن يكون له حظ في ذلك. طيب الآن نعود إلى ما قيل عن الانتخابات ستكون نظيفة نزيهة. هذا وزير الداخلية طبعا هو اللي قال هكذا، قال الانتخابات ستكون نزيهة ونظيفة وتكون المشاركة قياسية، لأن هذه الانتخابات تهم بالدرجة الأولى المواطن، خاصة في الجزائر العميقة. ذكر 1541 بلدية ينتظر هذا العرس الخميس المقبل. أنتم ذهبتم في حملة انتخابية وزرتم كثير من الولايات، كيف ترون الوضع؟ هل هنالك مشاركة ستكون قياسية مثل ما ذكر وزير الداخلية؟ قال أنه الأمن والشرطة والدرك موجود في مختلف الولايات، نحرص على أداء هذا الواجب الوطني وما إلى ذلك. هل يحرص على التزوير؟ التزوير بدأ بتعديل قانون الانتخابات. أيوة. التزوير بدأ بفرض جمع التوقيعات على أحزاب مؤسسة ومكونة تبقى للدستور وقوانين الجمهورية. التزوير بدأ بالزبر الإداري والمقصلة التي طالت للمترشحين. إذن أي استقرار وأي حماية للانتخابات. نرجع للعزوف، العزوف يكون يكرهوه، يعني العزوف أمر واقع. ما قدموا للمواطن باش يجروه ويجيبوه ينتخب، غير إلا حطوا الشرطي عند راس كل مواطن ويديه للصندوق عنوة راه يصادق. أنا مشيت في طرح من الانتخابية هذه وزرنا عدة بلديات وزرنا عدة ولايات. نعطيك كلمة واحدة، مواطن بسيط شاب أبوليتيك ما له حتى علاقة بالسياسة، حزب خرج لنا وقال لنا كلمة في بلدية نائية نقدر نسميها بلدية زوجي في الحدود الجزائرية التونسية في رأس الجبل، محرومين لم يرون الاستقلال إلى يومنا هذا. قال يا جماعة احنا أنا مانيش سياسي ومانيش مع في أي منخرط في أي حزب سياسي ولا راني منخرط معكم أنتوما. أنا نقول لكم حاجة واحدة، احنا ماناش عشيرة، احنا ماناش مستقلين، احنا البلدية هذه ما زارها حتى مسؤول جزائري من 62. المسؤول الوحيد اللي جا زارها هو وزير المجاهدين لما دش المقبرة، قال هل احنا نستاهلوا غير المقابر باش يدفنونا حيين؟ عاود جواب نتاع المواطن البسيط. العزوف راح يكون بنسب عائلية، هم راح يقرروا بيصير راح يقرروا ويقول لك طيب القناة سيد محمد يقول لك حتى 80%، ممكن يرجعوا حتى الحزب الواحد والصوت الواحد 99%. تمام يبقى معنا أستاذ محمد. عاد لنا الشيخ علي، استؤدري ما إذا كان قد استمع إلى سؤالي أم لا. شيخ علي؟ نعم. كنت أسألك عن تصريح أحمد ويحيى الذي أضيف إلى التصريحات التي وصفت باللا مسؤولة، طبعا يضاف إلى تصريح عبد القادر مساهل. ما رأيك فيما قاله أحمد ويحيى حول الدولة الشقيقة قطر وصرفها المليارات لزعزعة الاستقرار في بلدان عربية؟ أولا تصريحات ويحيى متناقضة. أيوة. وشنفتك هتصدروا منهم باسم حزب الأهلندي أم باسم الوزير الأول للحكومة أو الملفق بصفة الأدق من الوزراء؟ هذا أولا كل التصريحات ما دام ليس هنالك أدلة واقعية تبقى تصدر التصريحات، معروفة التصريحات، أخذ الجانب وترك الجوانب أخرى.
يعني في الحقيقة، وهذه التصريحات لا نشغل بها ذهنه. لا ينبغي أن نطبق فكرنا الآن وليس فقط الشعب الجزائري على أساس التغيير الجذري وعلى أساس الرئيس المفقود والمخطوب والمحجوز والمبطح والمبطر والذي تصدر رسائل لا يكتبها هو ولا يتحدث عنه. لو أن الرئيس فعلا في كامل قدراته العقلية لأصبح للذات وقطع جهاز التواصل كل خطير. السؤال الذي ينبغي أن يطرح لإسلام يحيى وقيد عباس وسائر الأحزاب السياسية أنصفوا الساحة، ومثلا أن الإسلامية الإنقاذ الآن بقياداتها وصفاتها وإحسالاتها وكفاءاتها موجودة الآن في الساحة. والله لو أنهم دول الآن الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالساحة ومسموح لهم بالعمل السياسي لما رأيت كيف نرد على هؤلاء، ولكن خللهم الجو صفاهم الساحة من عرض الجانب وأصبحوا يلعبون ويعبثون ويتحدثون، وكما قال ذاك الشاعر: وإذا ما الجحش خلاف لقوم طلب الطعن وحده يعني. أما والاشتكاء الآخرون إما بالسجون أو مغيبون أو مطاردون أو ملاحقون، وكان رجالا لكانت السياحة السياسية موجود فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعمل العمل السياسي الذي في الحقيقة تطرح وجهة نظرها الشرعية والسياسية والاقتصادية والمالية والثقافية للشعب الجزائري المختار. مثلا أن هناك شريحة كبرى ممنوعة من ممارسة حقوقها السياسية، هذا هو الظلم العلمي، هذا لا يستطيع أن يتحدث عنه قسطنطيني، ولا يستطيع أن يتحدث عنه يحيى، ولا يستطيع أن يتحدث عنه الرئيس عندما كان ينطق قال ما جئت لأعطي الحصانة للجن. إذا المسألة مفروغة، ولذلك ينبغي أن يقصد وكان مستغلين بالسياسة كما قلت لك. هناك بلديات في الجزائر هي من أحسن البلديات، مثل حاتي مسعود، مثل حاتي بن لعاف، حيث البترول، حيث الغاز، حيث الموارد، حيث الشركات متعددة الجنسيات ولكنها فقيرة، ليس فيها ماء وليس فيها كهرباء وليس فيها عمل. والبلديات موجودة في الشمال يعني لا تنتج شيئا ولا تعمل شيئا، تعيش في رغد من العيش طبعا في أماكن معينة. هناك بلديات يعني من الدرجة الأولى والثانية والبقيات نفس الشيء. إذا القضية حتى البلديات هذه رئيس البلدية حتى لو كان نفرض أن إنسان بهم صالح فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لأن رئيس الدائرة هو الذي يحكم فيها. نسمات بعض الإخوة يقولوا بأنه انتخبونا ورئيس البلدية سيعمل، هذا يكذب على الناس ويدجل على الناس، هو يعرف بأن رئيس البلدية يحكم فيه محافظ الشرطة يحكم فيه قائد الناحية العسكرية أو قائد القطاع العسكري، ويستطيع أرباب المال يدخلوا فيه ورئيس البلدية والوالي والوزير، فهو لا يملك حتى الأنابيب نتاع صرف المياه القذرة لا يملكها هذا. فإذا رئاسة البلديات سوف تكون مقاطعة مذهلة هذه المرة، لأن الشعب الجزائري يعرف فعلا بأن هؤلاء لا يفعلون شيء ولا يقدمون وليس لهم صلاحيات. هذا جاءوا ليبقوا فقط نحب المال العام وخدمة مصالح ضيقة واكتساب شرعية زائفة، مثل ما قال ولد عباس يقول بأن البلدية والخلية الأولى للدولة. ماذا فعلتم بالجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ ماذا فعلتم برؤساء بلدياتها؟ من قتل قتل ومن شرد شرد ومن لوحق لوحق ومن منع منع، ما معنى هذا؟ إذن كلامه يحيى هو كلام تصريحات للتلفزة وفي نطاق ضيق، والشعب الجزائري لا يلتفت له ولا الولد عباس يلتفت إلى مشاكله الحقيقية التي طيب. لم يجد لها مخرجا. ولكن قد يسبب شيخ علي قد يسبب أزمة دبلوماسية، قد يسبب أزمة دبلوماسية للجزائر لسياسة الخارجية. أحد المحامين كان معنا اليوم قال أجريت اتصالا برئيس الوزراء الأسبق القطري، ما إذا فعلا صرح بهذا التصريح من أنه دولته
صرفت هذه المليارات؟ قال أبدا، أنا لم أجري أي حوار لا مع وكالة أنباء ولا قناة تلفزيونية ولا شيء. الدول التي تحاصر قطر هي التي توزع مثل هذه الإشاعات. فيظهر أن أحمد يحيى وقع في الفخ وصرح بهذا التصريح، ناسيا بأن للدولتين علاقات جيدة جدا على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، الثقافي. بعبارة أخرى، الجزائر تورطت هنا، خاصة أن قطر لديها استثمارات بالمليارات وليس بالملايين في الجزائر، مصنع بلارة للحديد وما إلى ذلك. هل معنى هذا أن الجزائر تريد التخندق حسب تصريحه يحيى مع السعودية، مع الإمارات، مع مصر ضد قطر في هذه الأزمة؟ خاصة أن رئيس الجمهورية قال نحن ننأى بأنفسنا عن هذه الأزمة ونريد إنهاءها بالحوار. ها هو يحيى بتصريح هذا يصب في خانة الدول المحاصرة للأزمة. معليش نركز على هذا الجانب لأنه مهم جدا، وبدأ يتفاعل في الدول الخليجية الصديقة، أقصد قطر والدول الأخرى. أولا أنت تعرف بأنه يوم الأحد سيكون هناك اجتماع لجامعة الدول العربية، ومعروف الهدف بتاعها، معروف قطر أين هي ومعروف دول الخليج أين هي. فالمسألة في الحقيقة معروفة، وهذا هذا التصريح في الحقيقة تتولى قطر، وهي اللي تتولى القضية هذه ولا يتولاها. هذا كلام إعلامي قيل في الصحافة وقيل في التجمعات، وهو يعني في الحقيقة ليس له دليل. وما كنت أظن بأن يحيى يفعل مثل فعلة شاهد، يعني في الحقيقة أصبحوا يعرفون بما لا يعرفون ويقولون كلاما ليس عندهم عليه دليل وليس عليه بينة، وهذا في الحقيقة مؤثر على التخندق مع الجهة الأخرى التي هي الآن في الحقيقة تهدد، لا أقول الجزائر وإنما تهدد الأمن الدول العربية والإسلامية والعالمية أيضا. وما دخل يعني البلديات نتحدث عن موضوعات مثل هذه، يعني البلديات كان المفروض يكون الحديث منحصر على هذا، لكن هو لا يتحدث عن فرنسا ولا عن أمريكا. وثم بعد ذلك هو يعرف أن أمراء الخليج ومن وفيهم قطر كانوا يأتون للجزائر ويصطادون الغزلان ويأكلون ويشربون، والدرك الوطني يحرسهم ويمنع المواطنون الجزائريين من القرب منهم. يعني سبحان الله العظيم، ماذا كنت كيف تحكمون؟ طيب ابقى أنا شيخ علي، ابقى معنا. أعود أكسد محمد معالية، قد يصدق فيكم قول ذلك الأديب، قال لا يمكن زرع بذرة طيبة في تربة ملوثة ومحيط معفن وقذر. هذا الذي ينطبق على كثير من المشاركين في هذه الانتخابات، هم يعرفون مسبقا بأنها ستزور وإن المحيط عفن وقذر، وبالتالي لا يمكن أن تنبت هذه الوردة التي تريدونها، لا يمكن أن تنبت هذه النبتة الطيبة التي تريدونها. بعيدا عن الفساد، بعيدا عن البيروقراطية، بعيدا عن الحجرة، بعيدا عن التهميش، بعيدا عن اللا تنمية في هذه المناطق، ولكن أعرف أنه تقول أنه الديمقراطية هي التي فصلت في الأمر، وإن الغالبية في طلائع الحريات اختاروا المشاركة. نبدأ من الكلمة الأخرى اللي قلتها أنت، فعلا هذا واش حدث على مستوى حزب طلائع الحريات. أيوة. كرسنا مبدأ الديمقراطية وخلى الاختيار الحر للمناضلين. رحنا للجنة المركزية، نعقدت اللجنة المركزية وعقبنا يوم كامل في النقاش في نقطة واحدة هي المشاركة من عدمها، ومن بعد رحنا ذاك التصويت اسمي فرد بفرد وكل واحد عبر على رأيه ولسانه وهز يده وقال أنا مع المشاركة أو ضد المشاركة أو ممتنع. وخرج النتيجة 55% مقابل المشاركة مقابل 45% ضد المشاركة. احنا عارفين وماناش كما قال الرئيس تاعنا ماناش سوداجا، ماناش طلعها، ماناش جاهلين، ماناش عميانين، ماناش عارفين باللي رانا عارفين شوية التطوير راهو طلاب، وكنا عارفين مسبقا باللي احنا رانا مقصيين مسبقا لأن القانون الانتخابات قصانا من 2016 مش اليوم. ولكن احنا حاملين مشروع وحاملين رسالة وحاملين تكامل لخروج البلاد من الأزمة. احنا لما قررت القواعد انت للمشاركة رحنا للمشاركة ووفينا من قبلها على ما ضد شفيها على ما ضد، ولكن احنا رانا نبلغوا في مشروعنا اتينا بالشعب بلغنا رسالتنا للشعب، واحنا ما هولناش، احنا ما شتمناش، احنا ما سودناش الامور، احنا ما درناش القنوط، احنا ما ندعيوش الى الفكره، ما ندعيوش الى مزيد من الاحتقار. ولكن هي مخاطره استاذ محمد، تدخل
الاجنبي في الامور اللي راهم يديروا فيها والتصريحات اللي راهم يديروا فيها. اش معناتها؟ هذه عباره عن 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 عن, 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 عن اعلان حرب على دول اخرى، على دول شقيقه. إذن هذا نزيد نقول، يعني اذا سمحت لي بين قوسين برك نعاود نرجع للكلام نتاع نتاع اللي يفترض انه يدافع على حقوق الانسان، يقول في في في, 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 في الكلام نتاع الكلام نتاعو اللي شرحه، يقول انا اعرف بوتفليقه جيدا، هو يريد ان يبقى في خدمه بلده الى ان يتوفاه المولى عز وجل. اجمع هذا الامر خير، تصريح غير مسؤول، انظر حتى صاحبه بالرئيس. هذا يعني الرئاسيات تم الحكم فيها منذ الان، وان لا مجال للحكم عن الديمقراطيه، ومبدا التابع للسلطه، وحريه الشعب الاختيار من يحكمه ومن يمثله. يعني انا اعتبر ان هذا استاذ محمد الانسان هو على كل حال، انا قلت السابق عباره عن بوق ناقل، اذا حتى في النقل ما يعرفوش ما يعرفوش ما يعرفوش نعم. يتجاوزوا الحدود نتاعهم ويتجاوزوا ويهينوا الشعب هذايا. اذا يعني يعني والله انا لا يسعني في هذا المقام الى ان اقول ما قلت الشاعر، اذا اتاك الزمان بذره فاشرب كاس الرضا. واضح جدا استاذ محمد، واضح جدا استاذ محمد. انا اشكر جزيل الشكر استاذ محمد العاليه، الاطار السابق في رئاسه الجمهوريه وعضو بل القيادي في طلائع الحريات، كنت معنا من الجزائر عبر خدمة الهاتف، شكرا جزيلا لك. شيخ علي، أصدرت الجمعية السودانية للإنقاذ منذ يومين بيانا يدعو شعب الجزائر إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وقلتم في البيان ملخصه أن الانتخابات ليست حلا للأزمة الجزائرية، وليست هي أزمة اقتصادية أو اجتماعية، بل هي في الأساس أزمة سياسية، وذكرتم نقاطا عدة. فقط سؤالي، ما هو البديل؟ قد يقول المواطن عرفنا أن الجبهة لن تشارك في هذه الانتخابات مثلما رفضت المشاركة في الانتخابات السابقة استحقاقات عديدة، لكن ما البديل للمواطن؟ ما الذي سيفعل عندما يقاطع؟ قاطع التشريعية طلبت منه ذلك، قاطع، سيقاطع الانتخابات البلدية مثلما تريدون، لكن ما البديل؟ ماذا سيفعل عندما يقاطع الانتخابات؟ البديل واضح، وهو المواصلة في المحافظة والمواصلة في طرح القضية السياسية. أنتم تعرفون بأن يصرح مؤخرا لابد من الاجتماع، ولكن النقاش يكون على القضية الاقتصادية وليس على السياسية، لأن القضية السياسية محسومة عنده. وهذا في الحقيقة من هذا يدل على التفكير، المشاكل الاقتصادية بالجزائر وتفاقمها وعدم وجود والاضطراب الموجود فيها هو متولد على الأزمة الأم اللي هي الأزمة السياسية، اختيار 30 سنة عند عشرة تولد عنه كسل وتولد عنه يعني صار كثيرة في الشعب الجزائري. هذا كله في الحقيقة إذا كيف يناقشوا الاقتصاد، يعني ناقشوا كيف تخلصونا تنقذونا نحن ولا تفكروا في السياسة. إذا القضية احنا البديل هو المواصلة في الطريق والمقاطعة التي السياسة التي صدمت الشعب وظهرت آثارها هي واضحة ستكون في البلديات، لماذا؟ البلديات حتى النسبية حتى الفقيرة حتى ليس لها كهرباء ليس لها ماء ليس لها طرقات، أصبحت واعية لأن كيف واعية؟ لأن هناك بلديات أكبر من الموجودة يعني بلديات صحراء أكبر وأغنى، ولكنها أكبر البلديات، بينما البلديات التي لا تنتج شيء لا تعمل شيء هي التي فيها السياسة وفيها يعني الرفاه وفيها العيش الرغيد وفيها كذا. إذا الآن الشعب الجزائري ضلوا، وحتى الشعب الجزائري البسيط حتى المفتوح أدركوا بهم الآن على كثيرة منهم بأن الاختيارات الموجودة في تلك البلديات ليست من حقهم، وإن من حق الشمال أو تذهب إلى يعني البترول موجود في البلديات والغاز موجود ليس موجود حتىهم، ما زال الناس يشعلونها بالحطب. إذا هنالك هذه المقاطعات المتتالية هذه المرة والمرة المقبلة سوف يأتي بإذن الله النظام، سوف يعني تلزمه الظروف على أن يتغير شاء أم أبى، إما
بطريقة سلمية، وهذا الذي نرغب فيه ونعمل له، ويعني صابرين على هذا الطريق. وإما أن تكون هناك فوضى، لما الناس أصبحوا الآن في سلة حائط، وأن ترى قوارب الموت، وأن ترى أزرة الأشجار، وأن ترى الأموال تبدل، وأن ترى الآن طبع الأموال بغير مقابل، وهذا من أخطر ما يكون، هذا التزوير تاع الدولة، يعني دولة أصبحت وهو كذا شغالي وتعاقب المزورين، لا يمكن أن يكون هذا الشيء. إذا فالبديل هو واضح، بديل التفصيلي والبرنامج الجبهة الإسلامية اللي كما لا يخفى عليكم نوع من ممارسة حقوقها السياسية، سواء حتى قادتها الآن ملاحقين ومطاردين وممنوعين من حقوقهم، وكذلك المتعاطفين معنا، وكذلك الإخوة اللي راهم عند الخارج واللي راهم في الداخل، يعني من جميع المستويات. إذا نحن نرى بأن المقاطعة ستعجل بإذن الله وجل في الصدر الكبير لهذا النظام رجاء التغيير. تمام تمام شيخ علي، انا فقط اريد ان اشير اليها، الذين شاركوا لم يشاركوا لانهم مقتنعين بالمشاركه، وكلهم يشارك للرئاسيات، وكلهم يشارك من اجل التوحد السياسي ومن اجل الكسب المالي، وبعضهم يتوافد ويعرف انه لا يملك من امره شيئا. عندما يقول انسان في حزب باننا شاركنا لأن هناك انتخابات، عندما يكون نظام سياسي تعددي حقيقي، عند ذلك في الأحزاب تتناقش وتقول إما أن نشارك وإما أن نشارك. أما عندما يكون يعني الخط الكبير للحزب السياسي أن النظام فاسد وأنه مدون ثم نشارك، معنى ذلك نحن نودد في أمر من معنى ذلك أن نغالط الشعب الجزائري ولا نصدق معه، يعني إذا الصورتان متغايرتان، يعني لابد للإنسان أن يعرف أن تقاس أو أن تشارك في ظل نظام، ثم أن الأداة الانتخابية معطلة بالجزائر، ما عندناش أداة معطلة وفي الجزائر ما عندناش انتخابات، عندنا تنصيب لأناس اختيروا من طرف الغرفة السوداء والإدارة تقوم بمهمتها، ويبصم لجنة الرقابة، ثم بعد ذلك المجلس الدستوري، وهكذا نطيل في يأس الشعب. واضح جدا شيخ علي، نطيل الشعب ويأس الشعب، وهذا شيء مدمر للشعوب. واضح جدا شيخ علي، أنا أشكرك جزيل الشكر شيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت معنا من الجزائر، وشكرنا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين أثروا النقاش معنا، خص بالذكر الأستاذ محمد بن عالية الإطار السامي في والسابق في رئاسة الجمهورية والقيادي في طلائع الحريات، دون ما ننسى الأستاذ ناصر حمددوش القيادي في تحالف حمص والبرلماني أيضا. وغاب عنا بعض الضيوف، سندري ما الذي حال بيننا وبينهم، الأستاذ الأخضر بن خلاف القيادي في تحالف الاتحاد، كذلك وعمر سعودي البرلماني عن الأرسيدي تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، صعب الاتصال بهما على أن نعطي فرصة للمتغيبين في حصص أخرى قريبا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المشاهدة والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.